يعطيكم العافية طلاب الحلوين. اليوم عندي درس الأول في مادة التربية الإسلامية، بدنا نراجعه مع بعض. الدرس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه ومولده. ما اسم رسولنا يا أول؟ رسولنا اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله من أي قبيلة؟ من قبيلة قريش. من أي قبيلة يا أول؟ من قبيلة قريش. ما اسم أمه؟ أمه آمنة بنت وهب. ما اسم أمه؟ أمه آمنة بنت وهب. أين ولد؟ ولد في مكة المكرمة. أين ولد يا أول؟ في مكة المكرمة. من الذي أسماه محمد؟ الذي أسماه محمد جده عبد المطلب. من الذي أسماه محمدا؟ الذي أسماه محمدا جده عبد المطلب. إحنا كنا مبلشين يا أول بحل الأسئلة، وصلنا للسؤال الثاني. أختار الكلمة المناسبة مما يأتي وأكمل بها الفراغ شفويا. عندي هنا كلمتين بدنا نتهجهم مع بعض ونشوف وين بدنا نحطهم. يلا يا حلوين نتهجهم مع بعض. مكة المكرمة المكرمة. الكلمة الثانية قريش 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 قريش. يلا نشوف ألف يا أول. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبيلة، من أي قبيلة يا أول؟ من قبيلة قريش. من قبيلة قريش. من حوت كلمة قريش هون بهذا الفراغ، من أي قبيلة؟ من قبيلة قريش. البلد الذي ولد فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو، ما اسم البلد؟ هو مكة المكرمة. اكتب بالفراغ مكة المكرمة. اوكي حبايبي، ننتقل للدرس الثاني. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشأته. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشأته.